اليوم سكن انه راح يخلي مروان يذب زروق بالموصل. جينا اليوم ناخذ فره بدجله وشباب الموصل ما خلونا نتبع كفو حياتي. ابي راح نصعد قارب. يلا مروان تنقلب والله ايش تنقلب؟ قول يا الله عود انت تطوف اصلا بدون طواف. من الشروط هنا وركوب القارب بالنهر انه لازم نلبس ستره النجاه، وهذا الشيء كلش كلش ضروري وعامل. لبسناها واستعدينا للانطلاق. هسه الانطلاق بدجله. شنو يقول له؟ على كيفك على كيفك. طلعه لازم شويه يصير بيها اختلافيه. يعني ما اعرف صار كابتن شنو؟ هاي ازمه البنزين. اي سحبنا معاكم. خلصت بنزين؟ صدق تحكي؟ يا معود زين اوكي نكملها سبح منا اذا منا سبح قريبه. اذا سبح يا معود يا معود ايش بيك منا قريبه؟ هي تاكلها 20 متر. اللي خلفي حاليا هي العباره اللي راح ضحيتها العديد من الشهداء اهالي الموصل، رحمهم الله ان شاء الله بهذا اليوم. والزبيب هنا ينضرب بين مثل، تعالوا اليوم نجربه. انت دقيقه عفتك دا اصور ذني ثانيتين بردت وحمى يعني. واحلى شيء من يكون بهذا القلاص الفافون الكبير للكبير. من نزلت انت قبل فتره المقطع وقلت شربت بي طعم بطنج، ما تخيلت الطعم شو راح يكون. لا فتشي خرافي كلش طيب طعم البطنج ويا العصير ماركه مصلاويه.